أرجع معكم في حدث هذا اليوم، ونحب فقط نقول أنه كان مفروض يكون معنا سي فوزي عبد الرحمن، ولكن مش نكون عاقل وهكا ورزين وبش نقول تعذر عليه، وما تعذرش عليه ياسر، أما بش نقول تعذر عليه، خطر عادة أي مسؤول راو كي يبدأ موجود بحثينا مش جاوب على الأسئلة متاعنا للناس اللي يتفرجوا فين، كي هو يعتذر قبل مثلا بساعتين ثلاثة ممبس أرانجي ونحضروا برنامج نجم نجاوب على الأسئلة والموضوع اللي احنا طرحينه. إذا قبل بدرج ودرجين يجينا وزير يقول لي ما نجمش نجي، أو أي مسؤول أو أي ضيف، راهو مش معقول، فما شوية حد أدنى من احترام وسائل الإعلام، وأيضا خاصة تنظيم خدمتكم كسادة الوزراء، باش احنا زاد خدمتنا تبدأ منظمة، حتى احنا بيدنا لو عنا مسؤولية تجاه الناس اللي يتفرجوا فينا، راهم يتبعونا كل يوم على خاطر يلقاو عنا أشياء، تبعونا برشا شوية مش مهم، يتبعوا فينا أعداد مهمة من التوانسة نحترمهم، والحوار راهو لصالح التوانسة مش لينا، خاطر نجموا نتلموا هنا وحاتم وسيعزدين نعملوا قهوة ونحكيوا في المواضيع اللي نحبوا عليها وتعدى محلاها. نزح أحكي لكم شوية على المقترحات اللي قدموها للتشغيل. رغم التخلي في قانون المالية على الانتدابات في الوظيفة العمومية، إلا أن الحكومة أعلنت 2018 سنة للتشغيل من خلال تشجيع المبادرة الخاصة وتفعيل بنك الجهات وخلق مواطن شغل جديدة عبر دفع الاستثمار ومراجعة الإجراءات الإدارية للحد من البيروقراطية. لابد من تحسين مناخ الاستثمار، لابد من تقليص التعقيدات الإدارية أمام بعث المشاريع. سنقوم بالتقليص في الإجراءات الضرورية لبعث مؤسسة من معدل 9 إجراءات حالياً إلى 5 إجراءات كهدف للبرنامج، الشيء الذي يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48 و 72 ساعة. الرؤية الحكومية في مجال التشغيل تستند في جانب منها للشراكة بين القطاع العام والخاص والزيادة في حجم الاعتمادات لتمويل القروض الصغرى إلى 100 مليار تم تخصيصها في قانون المالية لسنة 2018. وفي الذكرى السابعة للثورة أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد إطلاق مشروع المبادرة الذاتية المستقلة ومشروع الجيل الجديد من البعثين اللي باش تدعمهم الدولة بأسواق منها الصفقات العمومية طيلة 3 سنوات الأولى لبعث مشاريعهم. المشروع هذا جديد اسمه جيل جديد من البعثين، يعني أي واحد ينجم يمشي ياخو أوتو فينانسمون من البيتيس ب 150 حتى 150 ألف دينار، الدولة تعطيه قيمة مشاريع متاع 600 ألف دينار على 3 سنوات، تعمل له مارشي كادر، مارشي كادر سهل المارشي هذا باش نعملوه بطريقة سريعة. في المقابل سأل الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان عن آليات إعلان 2018 سنة للتشغيل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. بأي آليات وبأي استثمار وبأي نسبة نمو؟ ما هذا الكلام؟ يعني جربنا الآليات الاصطناعية وفرطنا في الكثير منها وتكلفت مليارات وما أنتجت حتى شيء. بعد نجي نقول أن سنة 2018 تكون سنة التشغيل بامتياز دون أن يكون هناك أي استراتيجية مطروحة لإنقاذ هذا الاقتصاد. وبعد تقييم شمل 8 آليات تشغيل تعتمدهم الدولة تبين أنه النتائج كانت هزيلة، مثلاً برنامج فرسي اللي وفرت له الدولة اعتمادات بقيمة 80 مليون دينار ساهم فقط في إبرام 76 عقد في بعث المشاريع وتوقيع 58 عقد شغل، لذلك تم التراجع عليه. وفي المقابل اتقرر مواصلة العمل ببقية آليات التشغيل ومن بينهم عقد الكرامة والإعداد للحياة المهنية اللي صنفتها الحكومة كبرامج إيجابية. وحسب وزير التشغيل فوزي عبد الرحمن فإن الدولة تنفق ما يقارب 300 مليار سنوياً في إطار العمل بآليات التشغيل اللي ينخرط فيها حوالي 170 ألف شاب وشابة، فيما يعد عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 628 ألف من بينهم أكثر من 270 ألف حامل لشهادة عليا. هذه مختلف ربما وعدت برامج حول التشغيل وإعلان سنة 2018 سنة الشباب والتشغيل، تم الإعلان على بعض الآليات وبعض الأفكار وما زالت أفكار أخرى قد تطرح. هل هذا يخلي سنة 2018 سنة الشباب سي حاتم مجدي؟ سمحني ببكر ما نتصورش بإجراءات كيما هكا نجم نعتبروها سنة تشغيل. إذا كان نعنو سنة هي سنة تشغيل يعني سيناني لوفيي، هي سنة محرك دافع للتشغيل بنسب وبأعداد كبيرة، وأنه مجهودات من الدولة استثنائية تحطت لهذا الإطار. كي تقول لي الدولة استثنائية السنة مش تزيد آلية، وقتها نفهمك ما مش معناها راهو سنة تشغيل. وداير ربي نحب نرجع أنا للآلية الجديدة هذه.
في الحقيقة هي رأي أبو بكر ماهيش آلية جديدة، هي آلية قديمة منذ سنة 2005 الإعلان عنها مبدئيا بمناسبة إصدار قانون اللي يتعلق بإفراق المؤسسات العمومية، وبعد وجدنا له لأنه البرنامج هذا الوطني لإفراق المؤسسات اللي هو جاي في إطار برنامج كبير لامتصاص 80,000 خريج جامعة اللي كانوا عنا في سنوات 2005 2006 2007 2008. دونك هذا برنامج يعود 2005 لأنه هو الإفراق هو بيدو. جينا في قانون حفز المبادرة حطينا فصل 62 تقريبا اللي فيه تنتفع المشاريع المحدثة في إطار برنامج الوطني للإفراق بعدم العمل بمنظومة الصفقات العمومية، وبعد خرج دوكري نتاع الصفقات العمومية وخرج منشور تفسيري نسبة لل كانوا كذلك نسبة من الشرائط العمومية والصفقات العمومية ثلاث سنوات كيف الإشكالية وين؟ ثم تحديد هو في طبيعة الأنشطة التجهيز البيئة والفلاح اللي هي على ما فهمت المرتبطة بمشاريع الدولة، وقالها السيد رئيس الحكومة نعطيها كياس يقدوا كذا أنسي دو سويت. أولاً طبيعة الأنشطة هذه مرتبطة بالمشتري العمومي فقط لا غير، إذن نحن بصدد دفع شباب إلى إنجاز مشاريع غير تنافسية في قطاعات أخرى، معناها مع الخواص ما ينجمش ينتج، إذن نحن نعيد إنتاج نفس الخطأ داير برامج الوطن للإفراق وقع تقييمه على مدى سنوات والنتيجة تنجموا تشوفوها توا وتاخذوا الإحصائيات من وزارة الصناعة. شو كانت نتيجته؟ دون المأمول بأكثر من علاش؟ لأنه الإشكالية مش غادي، الإشكالية مش في هذاك، مش في أنك تحل آلية. في 2008 ساو قالوا صفقات التزود بمواد وخدمات استثني منها صفقات الدراسات. دونك اللي كانوا باش يحلوا بيروديتود متخرجين وكذا ويخدم في شركة وعنده خبرة ويحب يوظفها في قطاع للخواص ما عندوش الحق يبرم بالتفاوض المباشر صفقات. اليوم ممكن تجاوزناها الإشكال هذايا وإبرام صفقات بالتفاوض المباشر لمدة 3 سنوات. بعد 3 سنين هو مشوش مش يكون تنافسي لأنه من نجم يشري كان من عندك، وقتها مش يدخل في الكونكيرانس مع الكبارات عاد متاع الليزوتوروت وهلا 600 ألف دينار يتحصل عليها وقول خذي 600 ألف أخرى من عند البنوك مليون و لا لا 600 ألف راهو مرشي يا ببطل بعنوان صفقات قدس ربح فيه ما نعرفش، ما زلنا ما حكيناش على 150. هو يقول تمويل ذاتي ما نعرفش اسكو ثم صندوق نتاع تمويل الفون بي تي اس ولا بي تي اس قرض بي تي اس يا ابو بكر. البي تي اس تسند قروض الدوله في اطار الفون ابرام والفوبرودي تعطي قرض باش يستعملوا كتمويل ذاتي. كانت الدوله تعملها، معناتها هل يمكن تصور معناها مثال لتمويل مشروع يعتمد كليا على الاندتمون؟ طبعا قلت عليه من الاول ما اول يوم. خليني نرجع للنقطه هذه، يعني بعد 3 سنوات استمراريه المشاريع هذه في النشاط مهدده. انا مانيش مش معناها جو سوي الارميست، لكن نحب نجلب انتباه يظهر لي لازمنا نزيدوا ندقوا. سي عز الدين وقت اللي تقدم ملف للبنك اللي تمويله اقل شيء الفتره الدنيا للدراسه نتاع البزنس بلان قداش تي 5 سنين اقل شيء، هذا ماشي ينجم يقدم بلان تاع 3 سنين لي دو زانين الاخرين ما ينجمش يقدم فيهم رقم معاملات. يظهر لي نراوح نفس الحلول وهذيك هي حل يطرح مشكل نجيو نعالجوا المشكل بحل الحل هذاك هاوك غدو باش يطرح لك نفس الاشكاليه. وقت اللي تقول انت جربناها قبل قبل مش نجيك سي عز الدين. سي بشير بوجدي نطق رسمي باسم مؤتمر الاتحاد صناعه الجزائر والصناعه التقليديه، مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا بك، اهلا وسهلا. بدايه من العشيه التصويت والانتخاب في مؤتمر الاتحاد صناعه التجاره والصناعات التقليديه، وقتاش نعرفوا النتائج سي بشير؟ النتائج مازالت شويه، لان عمليه الفرز متصله كملت في 4 صناديق من جمله 7، مازالوا الصناعه والخدمات والتجاره نستناهم. الآن تعرفنا على تقريبا 16 عضو من المكتب التنفيذي على 31، مازالوا 15 نستناو فيهم.
متواصله وفي حدود ساعه ساعه ونص ساعتين يكمل. تعرفنا على 15 عضو؟ 16. تعرفنا على 16 عضو الان. من جمله؟ من جمله 31. 31، طيب قد اسم القائمه مترشحه؟ لا احنا هو هي اشخاص قوائم، معناها ماهوش الاسم الصحيح، ما يترشحوش قوائم. حتى اذا كان فما قوائم مربوطين باشخاص بالواحد بالواحد، والتصويت يقع بالواحد بالواحد، وحتى والفرز هذا كيف شخصيا مش للقائمه. شكون كان نجم نعرف شكون الاسماء 16 سي بشير بوجدي؟ نجم نقول لك عليهم، ماشي حتى مشكل. هما قبل كل شيء الجامعات، ممثلين جامعات، هذوما خمسه ممثلين، سي لطفي الحمروني، سي ناصر الجرجلي، سي سلامي، سي سلم نابغه، وعبد الله بشير بوجدي. بالنسبه للجهويه سي حسين معاويه، سي عادل علي، مدام هدى طيه، سي بلال الخليفه، سي سامي الفقاسي، وسمعت في صالح عمامو، سي لطفي المهبي، وسي عزوز كاهية، والمهن سي مراد مراد، سي بلحسن الجنزوري، وسي عليا الدريدي. كما قلت لك مازال خدمات والصناعة والتجارة. طيب هذا يكتمل النصاب، هذم اللي تعداو هذم السلطة. هو نحب نعرف انه من بعد معناها يصير يتم اكتمال فرز الصناديق، نعرف شكون هم الاعضاء الكل نتاع المكتب التنفيذي، ثم المكتب التنفيذي ينعقد وهو اللي ينتخب رئيس. هو اللي ينتخب رئيس ما بين الاعضاء المنتخبين. شنو كان اثر استقاله السيده وداد بوشماوي او انسحاب، سامحني، السيده وداد بوشماوي من السباق؟ انسحاب قرارها، رغم اللي احنا حابين معانا خدمه كبيره وخدمنا معاها في تناسق وتفاهم وتعاون. نأمل باش هي قبل كل شيء تكون القرار بتاعها، وهذا قرار شخصي معناها ممكن تحترموه، وقالت وأكدت لي فما لا ضغوطات لا حتى شيء. عندها التزامات، عندها أمور معناها خاصة بها. نتمناو باش الفريق اللي باش يجي يكون في نفس مستوى التكامل والتناسق، ووصلوا العمل نتاع لما في مصلحة الاقتصاد والمؤسسة التونسية أولا، وتونس بكل صفة عامة خاصة. سي بشير بوجدي نطق باسم المؤتمر، سامحني، للاتحاد صناعة التجارة والصناعات التقليدية، اقتنعتوا بمبررات السيدة وداد بوشماوي، خاصة أنه علامكم بهذا القرار تم اليوم رسميا، ولكن كان عندكم علم منذ يوم الأحد وكانت تجري في الكورسة، معناها عملت كل المؤتمرات الجهوية بنفس الحماس، والناس كل يروا فيها أنها باش تواصل رئاسة الاتحاد صناعة التجارة والصناعات التقليدية. هي قالت أنه ما تعرضش للضغوطات، فما كلام في الكواليس على أنه هناك ضغوطات، نوع من الضغوطات السياسية على سيدة وداد بوشماوي. احنا ما نعرفوهمش، وصحيح اللي هي خدمة كبيرة، أول مرة رئيس الاتحاد في المؤتمرات يزور 24 ولاية ويشرف شخصيا، وحقيقة كانت خدمة كبيرة ومتعبة ومرهقة في ظرف. احنا صحيح اللي تفاجئنا صراحة، لكن نجم كنا نقدر مقارنة، خاصة هي تأكد اللي عندها حتى ضغوطات اختيار شخصي يلزمها، ونجم كان نحترموه، نتأسفوا اللي هي مشيت، كنا نتمنوا باش تقعد معنا على الأقل. العديد من المكتب التنفيذي ومن المترشحين اختارت باش تمشي، ولا تعوضها كيف من الناس الكل، وهذا التداول على المناصب حاجة باهية، ونبنيه في مع عديد الإيجابيات اللي قمنا بهم مع وداد. إن شاء الله نمشيه في اتجاه عقيلة كيف من هذاك ولا أفضل، ونتمنوا باش يكون أفضل، ونتمنوا باش الفريق اللي باش يجي يكون متناسق ومتكامل ويخدم في إطار الاستقلالية. حتى نختم معك سي بشير بوجدي، نطق رسمي باسم المؤتمر نتاع اتحاد صناعة التجارة والصناعة التقليدية، مؤسسة مهمة في تونس ومنظمة مهمة، هل صحيح أن هناك توافق أن يكون السيد خليل الغرياني الرئيس القادم للوتيكا؟ إلى حد الآن حتى توافق ومهم حتى اسم خليل عضو من الأعضاء، إذا كان يتعدى من حقه باش يترشح، ولكن أعتقد ما هوش هو الوحيد، لكن ما فماش مشكلة خليل من بين الأعضاء اللي عندهم كلمتهم وعندهم الكفاءة وعندهم المقدرة، ولكن لوحده فما العديد، وهذا ما نجموش نعرفوه كبار الاجتماع وخيال الجدد الكل اللي باش ساعة
سواء اللي يجدوا والا اللي باش يدخلوا لاول مره. شكرا، بارك الله فيك سي بشير بوجدين، نطق رسمي باسم الاتحاد، باسم المؤتمر اتحاد صناعة وتجارة والصناعات التقليدية، بارك الله فيك على التدخل معنا. نرجع لموضوع التشغيل سي عزدين، انت كنت شوفيك في التقرير تقول في شمس، تقول راهو معناها انه باي اليات باش نعملوا سنة التشغيل والشباب، شنو اللي عنا اليوم باش نعملوا به سنة التشغيل والشباب؟ نحب نذكر باشياء في رأيي أنا أساسية. احنا عملنا كم آلية الآن للتشغيل؟ أنا ما سمعتش بحتى تقييم لأي آلية منهم، إلا الوحيدة اللي هي فشلت الفشل الذريع نتاع فرصتي اللي صرفنا عليها 80 مليار بجابت لنا 58 حطينا عليها 80 مليار اسكو صرفناهم ولا جون بونس باي ذولي ما صرفناهمش؟ هذا بيقول التقرير على الأقل، يقول يعني تم رصد 80 مليار لهذه. هل هناك تقييم لأي آلية من الآليات هذه؟ كيفاش نجموا نقدموا آليات جديدة وإحنا ما قيمناش الشيء القديم اللي قلنا به؟ ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه اليوم كل الدراسات الجدية والجيدة تبين أن الطريق الوحيد لإنقاذ الاقتصاد التونسي اليوم هو عبر تحريك عجلة الاستثمار. كاش قلت أنه السنة هذه مفروض ما تكونش سنة التشغيل والشباب، فهموني سنة الاستثمار والشباب. لو طيب باهي أوكي، توا احنا نحب نحركوا على عجله الاستثمار. نحن نعم. اليوم في 17 جانفي، نعم، باش نحركوا عجله الاستثمار كونكريتمون ا بي سي دي او كيسكي فو فير؟ اش نعم؟ اي اتقولك، لكن نحب نعمل ملاحظه ثالثه قبل ما نجاوب على السؤال هذا. والملاحظه الثالثه انه وهذه ارقام رسميه، ارقامنا بتاع تونس، انه نسبه الادخار في تونس يعني الجزء الغير مستهلك من انتاجنا السنوي اللي نستعملوه لماذا؟ لتمويل الاستثمارات. باه. كان 22% في سنة 2010. وانهارت هذه النسبة إلى ما دون 11% الآن. وبالتالي سؤال بماذا سنمول الاستثمارات؟ كيفاش باش تكون سنة التشغيل سنة 2018 وأنت ما عندكش باش تمول الاستثمارات نتاعك؟ كيفاش تنجم تتكلم على التشغيل وما تتكلمش على التوازنات المالية نتاع البلاد التونسية؟ كيفاش تتكلم على التشغيل وانت ما قلتش كيفاش باش توصل الى وضع نتاع استقرار الدينار التونسي اللي قاعد يغلط في كل المستثمرين الان؟ ما بين اليوم اللي يعمل دراسه الاستثمار نتاعه ويدخل في التنفيذ يلقى الدينار هبط ب 5 وب 10 و 15% وكل حساباته تطلع غالطه. وبالتالي العمليه راهي مش في اليات او مش في اجراءات اداريه، العمليه في ما يلي. اليوم كتشخص الوضع الاقتصادي صحيح تلقاه اقتصاد في وضع متاع نزيف، هذه الإجراءات ما عندها حتى فاعلية. وبالتالي التدرج الأساسي هو أنك كيف تنقذ اقتصادك أولا، تعطيه الصحة اللازمة باش كل الإجراءات اللي تأخذها تكون كيفاش فاعلة. كيفاش؟ احنا في 1986 مرينا بظروف صعبة جدا وعالجنا الأمر ب تشخيص حقيقي للأوضاع، ثم مرينا إلى ما سمي وقتها في برنامج الإصلاح الهيكلي اللي تنفيذه ما يتطلبش أكثر من سنة ونص إلى سنتين، ولكن يقدم لك جسم اقتصاد تونسي صحيح معافى ويتجاوب مع كل الإجراءات مع كل الإصلاحات اللي تقوم بها. قبل هذاك راهو ما يجاوبش. الآن شوف كل الإجراءات اللي أخذناها، شوف كميات الأموال الطائلة آلاف المليارات اللي تم ضخها في هذا الاقتصاد وتحولت بصفة آلية ومباشرة إلى تضخم مالي وارتفاع في الأسعار وتدني في القدرة الشرائية للمواطن التونسي. باقي ما فهمتكش. إصلاح هيكلي اليوم، نحن اليوم في 2018 لازم نعمل اليوم في 2018 أسبوعين ثلاثة مش أكثر. الأطراف هذه لقاعدة تجتمع على وثيقة قرطاج الآن، تجتمع على تشخيص الوضع الاقتصادي والمالي وتصحح في وثيقة تكون هي متفقة على هذا التشخيص. إذا كان تعمل خطوة هذه ما تطلبش أكثر من أسبوعين ثلاثة، نجم تستنبط منها برنامج إنقاذ للاقتصاد التونسي. لابد من المرور من هذه المرحلة. احنا قاعدين نتحشوا فيها وإحنا غلطين. احنا كان المفروض القانون المالية متاع 2018 يكون الهدف الأساسي والمركزي متاعه هو برنامج الإصلاح الهيكلي. بعدنا على هذا كله ومشينا نلوجوا في توازنات اصطناعية صعب جدا تحقيقها، والأيام بيننا هاو باش نشوفوا من هنا بضع أشهر قليلة تو نولي نتكلموا على قانون مالية تكميلي وباش نصلحوا هذه وباش نصلحوا هذه وما وصلناش لهذا المستوى من العجز وهذا المستوى من التدين وتجاوزناه من هنا وتجاوزناه من غادي ونطلبوا في تراخيص إضافية من عند مجلس النواب الشعب. مش هذا الطريق، مش هذا هو الحل.
إنقاذ الاقتصاد أولا بجملة من الإصلاحات متناسقة متناغمة، ما فيش إجراء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أن نجي نعلن أنه أنا راني في سنة 2019 نسبة النمو باش تكون كذا وفي 2020 باش تكون كذا، باش بأي طريقة بأي آلية بأي اقتصاد بأي استثمارات بأي إدارة باش تدخل في هذه في 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 في, في هذه المشاريع. هذا هو التمشي اللي احنا قاعدين نهربوا منه، وكل ما هربنا منه أكثر كل ما عقدنا أمورنا أكثر فأكثر. اسمح لي سعد، أنا أجيك سي حاتم، اسمح لي سعد الدين، هذا الكلام الكلام الصعيب هو الحق اللي تقول فيه كلام مهم، كلام عام هو مهم، ولكنه أنا ينقصني أنا، ما ينقصكش أنت ما نعرفش، ما أنا ينقصني التفصيل. معنى أنا اليوم نحكم عندي دفة الحكم، تقول لي أنت المستشار تقول لي يا فلان خذ أبدأ خذ القرار هذا واحد والقرار هذا اثنين والقرار هذا ثلاثة، رام هذوما باش يحركوك الاقتصاد، والاخر كل تقول فيه راه غلط. انا هما الان الواحد واثنين وثلاثه شكونهم؟ انا جاوبتك بدقه كامله، قلت لك راهو هذا التشخيص باش يعطيك كل الاجراءات. لو تكتب انت كما نقولوا نوار سور بلان هذا الوضع متاعي فيما يخص الاقتصاد، فيما يخص الاستثمار، فيما يخص الماليه العموميه، فيما يخص وضع الدينار. لا ما نعرفوش، انا نعرفوا نعرفوا اللي احنا عندنا سنين لازم نجيبوا 9.5 على الاقل مليار دينار تمويل، دونك عندنا هذا العجز واضح. لو عندنا 6.3 ولا شنو 6% عجز في الميزانيه، ونعرفوا اللي لو عندنا 15.3 نسبه شنو هذا الدين، ونعرف قداش عندي كتله اجور، ونعرف قداش عندي استثمار عمومي. سي بوبكر تعرفش علاش الاستثمار مش ماشي؟ سي بوبكر تعرفش علاش الدينار مش مستقر؟ سي بوبكر تعرفش علاش نسبه النمو في هذا المستوى المتدني؟ سي بوبكر تعرفش علاش العجز نتاع الميزان التجاري وصل الى هذا المستوى الغير مسبوق؟ تجاوبني هذا، هذا اللي لازمنا نفهموه. لا انا نحبك تجاوبني خاطر عندك انت نعرف يعني احنا نعرف الموجوده لهنا لا موجوده لهنا لا والله موجوده اي لهنا موجوده هنا يعني هذا كله نتيجه لتصرف معين في الشان الاقتصادي والمالي التونسي. ابدا بالاصلاحات هذه، صلح الاسباب اللي وصلتنا الى هذا الوضع من الأزمة المالية العمومية الحد، صلح الأسباب اللي وصلتك أنا في الأثناء باش نصلح، يزمني نلقى حلول باش نخدم 20,000 16,000 15,000 25,000 على الأقل، نمتص شوية البيطال، يزمني إجراءات باش تخدمهم بالاستثمار اللي باش يعطيك نسبة نمو معينة، فماش حلول سحرية. أنا كي ناخذ قرار تو باش ندفع الاستثمار يتم ما يدفع كان في 2020. اليوم عندك اقتصاد لا يتجاوب مع هذه الإجراءات، والدليل على ذلك كل الإجراءات اللي أخذناها منذ 2012 إلى حد الآن ما صارش تجاوب من الاقتصاد، وتحولت لنا مباشرة إلى ارتفاع في مستوى الأسعار وغلاء المعيشة وتدني القدرة الشرائية للمواطن. دليل على أن هذا الجسم اللي نسميه الاقتصاد التونسي اليوم مريض في وضع نزيف لا يتجاوب مع هذه الإجراءات. صلح الوضع سيتجاوب. كان المفروض يكون معنا وزير التكوين المهني والتشغيل، ولكنه اعتذر في آخر وقت وكان جاي وبعد عمل دميتور وروح. سي حاتم بكر بارك الله فيك. أنا عندي مقاربة مختلفة نوعا ما على مقاربة سي عز الدين، لاعتبار أنه ننتمي وزوج مدارس ربما فكرية مختلفة شوية. أنا نتصور أنه هالمنطق متاع تشخيص إيجاد حل ليس مستداما، ما ينجمش يهزنا برشا، لأنه يخلينا مربوطين في إيجاد حل للإشكالية توا، وما نخمموش في المخاطر متاع الحلول مش ناخذوها. وكذلك أكبر دليل على التمشي هذايا هو تعدد هالإجراءات والآليات. واحدة ما مشاتش في عذن قيموا السيستام المنظومة متاع التدخل، نخلق آلية أخرى. وقص على ذلك في جميع المجالات لما أكتور إلي ديفايون ما نحاولوش نصلحوه ونشوفوا علاش، نمشيو أون لو دوبل، نخلقوا بجنبه واحد آخر ونقولوا آه هذا هو اللي مش يخدم الخدمة. إذن المقاربة هذه من حيث المبدأ ما تهزناش بعيد. عمليا التشخيص اللي موجود اليوم في جميع المجالات موجود، تحل تلقى دراسات اخر شيء من اكثر شيء من الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، ياك يعني عملوا دراسه تشخيص كبير وكذا وفيه هناك وقع. هناك اليوم مشروع معني مشروع أنا فما قانون ومشروع قانون وكذا، هذا من الاجراءات اللي موجوده لدفع التشغيل موجود معناها
شوف راهو الاقتصاد التضامني والاجتماعي سي لو برولونجمون نتاع كل الاجراءات الكبيره نتاع الدوله. قعد طريف احنا لا ينتفعون معناتها مش نخلطوا عليهم باليات صغيره نتاع اقتصاد ايكونومي سوليداري سوسيال التضامني والاجتماعي. خلينا من هذا اليوم شنو لازم نعمل اون فاليد نقولوا الدياغنوستيك الي في الي فاليدي عن الاشكاليات كما كنتوا تحكيوا فيها توا ثوابت هذيك اخرج من غادي ما تقولش شنو الحل توا للاشكاليات هذه قول اوكي انا توا مش نخدم على افق نتاع 5 سنين مثلا في 5 سنين شنو ننتظر كنتيجه اذا كان انا عملت اجراءات وبرامج تحسن من مستوى البلاد ككل في الاقتصادي في الاجتماعي في الثقافي في الدخل في التشغيل في الى صورها قول هكا هذه مكوناتها ويجا توا نتفهموا شنو شنية الثنية اللي باش نتبعوها باش نوصلوا كي ناخذوا انكور عمليا اكثر تدقيق في مستوى التشغيل فما زوز جوانب او دو بلوك كبار فما التشغيل اللي هو جاي من سلوك متأصل في الاقتصاد اقتصاد منتعش في سائر الى طريق النمو قاعد ينمو قاعد يتطور دونك يستوعب يجيب الناس تخدم تحل شركات ومؤسسات دونك الناس تخدمي هذا طبيعي عادي اثنين فما جيزمو واحد اخر للتشغيل اللي تنجم تخدم عليه الدولة يعني الدولة بفهمها العام هياكل الدولة جيزمو مخزون اي يعني خزان مينة اي بترجمة نجمو نخدمو عليه وهذا ربما لو كان نفكروا فيه يخلينا نستغناو على كل الآليات الكل تو ربي أبو بكر انت عندك اختصاص قريتو عندك 5 سنين نجي نسألك اليوم ما زلت نتذكر حال منه حاجة؟ لا نجم تكون ما زلت نتذكر على الأقل المسائل الأساسية خاصة كي نزيدوا نشوفوا التكوين اللي عندك ما هوش تكوين موجه للعمل هو تكوين موجه معرفي بيرونكور ممكن حتى 3 سنين تنس إذا اليوم هل طالبي الشغل الكل وكان ناخذ 40% اللي هما حاملي شهادة عليا هما اليوم ما لازمنا نستعرفوا اللي دو بار الوقت وفي جزء ثاني دو بار التكوين هم ما هماش مؤهلين باش يولجوا للماكينة ينجموا يمارسوا وظائف شنو نعمل؟ في عوض أنا عمل له عقد كرامة 200,000 ومبنك في الدار أعمل له 200,000 ورسكلة تكوينية موجهة أكثر على الأقل هات سيدي نصلحوا أخطائنا متاع أنه شهيدنا ما كانتش ملائمة لسوق التشغيل عقد الكرامة نزيد عليه تكوين موجه مهني واحد ينجم يكون حل آخر موجودة في بلدان أخرى الخدمة المدنية عندهم غادي تطوعية أخويا مش تطوعية إحنا تاخذ عليها فلوس أما تخدم لي في مسائل تهم الحياة المدنية عندنا مشاكل في النظافة عندنا مشاكل في الطرقات تكون شركة وتخدم هذا لا نحكي لك فهمني الدولة أي كي مش تعمل آليات مش آليات شايحة هكاك إجا خذ 200,000 وقعد بناك في القهوة قلت لك أنا في عطاتي 200,000 خلي بناك 200,000 ودخلوا إلى مراحل تكوين باش تحضروا على الأقل هو مش يحس روحه والله ما بدأ يربح بشوية بشوية بدأت مهنيته وقابليته للتشغيل تتحس ثلاث عقل الكرامة كان هذا الهدف نتاعو يا حاتم يا صديقي عقل الكرامة ما في معاهش تكوين معاه تكوين معاهش تكوين معاه تكوين موجه معاه تكوين موجه أو كاباركا هذا المشروع على الأقل وكبركا هذا يؤهل باش يخدم في مؤسسه وهذا يؤهل باش يحل مشروع وهذا كذا هذا عقل كرم يا سيدي تخيخ ربي لو تسمح ما زلت ما كملتش ثلاثه اليوم انت في عوض تعمل الاجراء نتاع مش تعطيه مرشي على 3 سنين من عند الدوله واللي هو المشتري الوحيد بعده هو يموت كان نرجع للقاعده نتاع التنافسيه ما عادش ينجم يخدم شوف عندك برشا حوايج في البلاد عندنا تقريبا أكثر من 100,000 وما تقريبا 140,000 موقع أثري بجميع أصنافه هذايا مسكرين وفما في مثلا القصور في الجنوب آيلة للسقوط ومعنا في وضعي شو فكري؟ أعطيهم عمل كرة السرود للمحافظة على الأثار ودعمه خلي يمشي يحل يا سيدي فضاء للعائلات يحل ستاسيون أير دو روبو للتوريست تو يلقى باش يخدم ثلاثة راهو نرجع للنقطة الأولى اللي قلتها بكريكا اللي ماناش متكونين باش نخدمه باش نبعثوا أعمال متكونين باش نخدمه
ناخذ شهاري. إذا حط مرحلة تكوين الناس هذه يلزمها تتبدل بشوية بشوية باش تولي قادرة على بعث مشاريع، مش على أنه حطيت لك 80 مليون دينار بعنوان آلية من الآلية. سي فوزي شرفي أعلن قبيلة تعليق نشاطه في الحزب، بداية في حزب المسار بداية من اليوم. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا أبو بكر. مرحبا. تقول أنه الاستقالة متاعك بعد مجهود لفت النظر داخل الحزب لضرورة تحليل الوضع العام وتقييمه، لكن النقاش والتقييم قعدوا مفقودين بشكل خلى المواقف المعبر عليها باسم الحزب في المدة الأخيرة غير متناغمة مع المبادئ الفعلية للحزب حسب كلامك، وتقول رأو فما انكماش الحوار حول التطورات الأخيرة. أعطيني مثال دقيق بالضبط على الانكماش وأيضا المواقف اللي غير متناغمة مع مبادئ حزب المسار. شكرا سي بوكر. نحب ساعة في البداية نشكرك على الدعوة هذه، ويعرفوني الناس راني مانيش من مناصرين البوز ولا باش نخرج باش نتكلم ولا باش نعطي الموقف نتاعي، لكن طلبتوني التوضيح هذا وانا قابل باش نعطيكم التوضيح هذا. مرحبا بك. مرحبا بك وبارك الله فيك على قبول انك تدخل معنا سي فوزي شرفي. لا انتم اعلام وحشتنا بالاعلام، ويلزم السياسيين يتفاعلوا ايجابيا مع الاعلام في كل الحالات. حبيت نقول كونه نحب ساعه، اول حاجه نحب نقولها سي بكر كونه نعاود ناكد على اعتزازي الانتمائي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، حزب عريق، حزب تاريخي، حزب فيه النضال، فيه ناس معناها يجيهم نظاف، وفيه حزب تاع مبادئ، وهذا اللي كان سبب انخراطي في العمل السياسي بعد الثوره. ولكن سي فوزي هاني جيت ابو بكر، لازم الناس تفهم كيفاش التمشي هذا. التمشي هذا ماهوش قرار اعتباطي خذيته اليوم على خاطر اليوم ما بقيت ما نعمل، قلت يا خلينا نعلق النشاط نتاعي، هي ماهيش استقاله، هي تعليق النشاط، وانا نميز ما بين الزوز. وعلاش؟ على خاطر احنا دخلنا في الحزب هذايا، ودخلنا الحزب هذايا على المبادئ نتاعو، والحزب هذايا الثقه اللي يحظى بها تجاه الراي العام التونسي والمجتمع التونسي هو المبادئ اللي احترموها احمد ابراهيم وجنيد عبد الجواد وهشام سكيت وكل المناضلين اللي هما فيه القدماء نتاع حزب التجديد وحركه سمير طيب وسمير طيب هذا بتبع سمير طيب نحطوا اصغر منهم، نحطوا اصغر، لكن عندنا كله كل الاحترام، وهو زاد من المناضلين المهمين الحزب نتاعنا، ما عنديش حتى خلاف شخصي مع سمير طيب، باش تبدا الامور واضحه. الخلاف وين سي فوزي شرفي؟ الخلاف وين؟ الخلاف هو كونه سي بكر احنا ناخذ قرارات، والقرارات هذه انا نلقى روحي اليوم ما عادش متجانس مع القرارات اللي ياخذها الحزب ومتقلق في الحزب نتاعي. انا دخلت الحزب هذا وخدمت فيه، خلينا ناخذ مثال دقيق سي فوزي شرفي، خلينا ناخذ نعطيك مثال يا سي بكر، ما تنجمش معناها نحوس الامور في مثال دقيق، هاو جاك المثال على خاطر ماهوش مثال، هي وضع كامل. مو فما قطره افاضت الكاس يا سي فوزي شرفي؟ لا ماهوش فتره، راهو القرار هذا خذيته اليوم، القرار هذا كنت خدم فيه منذ اسابيع. علاش؟ على خاطر احنا سي بكر نذكرك اللي احنا كنا على فكره، على راس فكره حكومه الوحده الوطنيه وحكومه الانقاذ عام 2011 بعد احداث بن قردان، وانا شخصيا مشيت مع الامين العام تاعنا سي سمير طيب، قابلنا شخصيا سيد رئيس الجمهوريه، مشكلوا الامر لا يمكن ان يستمر على ما هو الحال وقتها، ولكن والتقت اللحظه وصلنا حكومه الوحده الوطنيه ودخلنا على مبادئ حكومه الوحده الوطنيه، ونشوف اللي كونه بصفه تدريجيه المبادئ اللي دخلنا عليها للمشاركه في وثيقه كرفاش وفي المشاركه لحكومه الوحده الوطنيه، وقعد بشويه بشويه الانحراف عليها والاستبعاد المبادئ هذه اللي هي عدم المحاصره، اللي هو كونه فماش حزب كبير حزب صغير، اللي هو كنا داخلين لخدمه الوطن وانقاذ الوطن نتاعنا من المشاكل الامنيه والمشاكل الاقتصاديه والماليه والاجتماعيه، هذا كله دخلنا فيه، ولكن نشوفوا معناها كونه بعد عام كنا باش نقيموا المشاركه نتاعنا، واحنا من الحزب وقت دخلنا من الاحزاب القليله اللي قالت احنا داخلين ماهيش داخلين على المناصب، ونعاودوا نقيموا المشاركه نتاعنا، ونعاودوا اذا نشوفوا كون الوثيقه هذه وقال انحراف عليها ولا فما التغيير تصحيح مسار تغيير مسار، احنا لازم نخرجوا ماناش مستمتعين بالمواقف. هذا هي انت تعتبر انه تم الانحراف بهذه الوثيقه؟ انا نقول الوقت الحالي حكومة الوحدة الوطنية هذه على حسب تقديري الشخصي ما عادش قاعدة معناها ما عادش حكومة وحدة وطنية، ومش من اليوم، من أسابيع، من أشهر، من الوقت الحالي، على خاطر فما أطراف فيها دخلت من الأول على منطقة المحاصة الحزبية، وعلى كونه هذه الحكومة حكومة رباعية الدفع، الحكومة الثانية خاصة حبيب السيد،
واحنا قبلنا باش ندخل وهذا نزينوها ما معناها باللغه الدارجه هذا نضيفوا لها بعض الاحزاب ولو ما عندهم تمثيليه في البرلمان لكن عندهم تمثيليه وتاثير في الراي العام. وما ننساش اللي حكومه الوحده الوطنيه مكون مهم برشا فيها هي انتماء ومشاركه في وثيقه كرطاج الاطراف الاجتماعيه والمنظمات في الاتكاء. انت ترى اليوم سي فوزي شارفي ترى اليوم أنه حزب المسار لازم يقيم مشاركته في هذه الحكومة، وترى أنه الأغلب على الظن أنه ولا القرار الغالب عندك أنت لازم يكون ما عادش عنده بلاصة في المنظومة الحالية؟ أنا نقول كونه بعد عام يلزم على الأقل بعد عام، هذا بعد عام نقيمه وكل الأحزاب قيمت وكل الناس اللي شاركين في عملية معناها تشاركية صعبة. اللي نحن رو دخلنا في حكومة الوحدة الوطنية بكره هون اخاك انا بطلع على خاطر المقتنعين كون انقاذ البلاد يقتضي كون نقعدوا مع النهضه فرد طاوله وفرد حكومه. احنا رفضنا نتذكر السي ابو بكر اللي حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بكل شجاعه وبكل مسؤوليه رفض باش يكون في الحكومه الاولى اللي وقع اعلانها وعمرها ما تفعلت تعطي حبيب السيد على شك بركه على شكوك كون النهضه موجوده فيها والا لا. وهذا المبادئ نتاعنا وقت دخلنا وقبلنا وتقعدوا مع النهضه وتقعدوا مع احزاب اخرى اللي بعاد علينا كل هذا حكينا الوطن ما بين عينينا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الاخرانيه كونه توا وقت يجينا باش نقيموا التقييم هذا يقع في اطار حزبي وعندنا في حزب المسار اضطر نقيموا فيها. انت علاش علقت نشاطك سامحني سي فوزي شرفي؟ هل لانه ترفض داخل الحزب التقييم او هناك تقييم من عند سيادتك ومجموعه معاك تقييمكم مرفوض؟ لا سي ابو بكر انا ماشي من منطق المجموعه. انا عمري ما خذت القرار هذا اللي حب فرق الحزب وقلت الحزب هذا لازم يكون ديما موحد. ابقى عبرت على في الفقره الاخرانيه كونه اليات التقييم اليات الحوار واراده التقييم الموضوعي للوضع اللي احنا فيه ما لقيتهاش وسط الحزب هذا بالرغم من كون المحاولات عديده تجاه الامين العام سي سمير الطيب ومشيت برشا مرات وقلت لازمنا نقيمه وفي المجلس المركزي نتاعنا نتاع 25 نوفمبر انا كنت زوج من الناس برك قلنا لازمنا نقيمه وهو التقييم لازم تكون تقييم العمل الحكومي. ابقى تهميش الموضوع هذايا معناها يمكن رأي شيء ما في اطار انفراد الراي ما نعرفش لكن نقول انا لربما ما ننساوش نحن رانا دخلنا في الحكومه هذه سي ابو بكر باعلى شخصيه عندنا في الحزب اقوى شخصيه هو الامين العام ولربما هذا هو المشكل نتاعنا كون قعدنا احنا في الحزب معناها مرهونين ولا راهين موقف الامين العام الموقف الامين العام اللي حبوش نحجوه وعنده واجب الحياد واجب التحفظ واجب التضامن الحكومي ورأي الحزب اللي قلنا يبقى على استقلاليه المواقف نتاعو وعنده الحق باش يقيم ككل حزب مشارك في طرف في حكومه وحده وطنيه. موقف سمير طيب من الجبهه الشعبيه كان عنده تاثير على القرار نتاعك؟ انا يظهر لي هذا التراكم كل الامور هذه انا ما فماش ما نربطهاش بحدث وقع هذا زياده. راهو نحب نقول لكم اللي حكومه الوحده الوطنيه هذه المفهوم تاعنا بالنسبه لي انا وبالنسبه برشا منظمين في الحزب هو تشريك الاحزاب بصفه فعاله في القرارات في الاستشارات في المواقف في قانون الماليه في التحويل الحكومي في اخذ القرارات الجماعيه. هذا مصير البلاد كل في دينا ولهذا انا من باب المسؤوليه ما نجمش انا فما ناس عندهم ثقه فيا الله غالب خاطر يعرفوني ما تخدش على منصب على خاطر يعرفوني عندي خدمة وكنت نجم نقعد نخدم على روحي وما تلاش بالسياسه لكن دخلت عن قناعه والقناعه هذه تستجيب كون نكون على مستوى الثقه والاحترام اللي يقولوا لي الناس وانا ما نجمش نواصل في اطار تعامل هكاك. انا علقت النشاط نتاعي في الحزب سي ابو بكر دقيقه واحده من فضلك خاطر المداخله صعيبه شويه في التليفون ولكن علقت النشاط نتاعي باش نقول يا ناس لازمنا نفيقوا راهو ما ننساوش في وثيقه كرطاج شوف عدد الاحزاب اللي خرجت شوف المشاكل اللي وقعت شوف الضرب اللي كليناه من اطراف موجوده في الحكومه من حزب اللي دازوني خاصه وما تحركناش وما خاطر ديما حطينا المصلحه الوطنيه ولكن للصبر حدود وللتقييم الموضوعي حدود وماذا بينا الناس الكل ترجع للعقلانيه ترجع للمبادئ نتاعنا واحنا ماناش واحنا نحترموا الانتخابات وماناش طالبين انتخابات تشريعيه وماناش طالبين اسقاط
للحكومه هذه، لكن الحكومه هذه ما عادش حكومه وحده وطنيه، يلزمنا نصارحوا ببعضنا في الامور هذه وما نقعدوش نغطيو الشمس بعيد الغربال. واحنا نعتقد اللي سمير الطيب ماهوش من قماش اخر من من من, من الوزراء اللي خرجوا الاحزاب نتاعهم باش يقعدوا في الانتماء الحكومي، وانا اعتقادي اللي سمير الطيب تو يصح المسار ويصح الطريق ونرجع للمبادئ نتاعنا اللي هي تسمى الحزب، واللي هي انا عندي قناعه اللي هي شكرا. تصحيح المسار ينتهي معناها بخروج سمير الطيب من الحكومه. أنا نقول لازم تقييم موضوعي صريح معناها شفاف في إطار واضح. الحزب نتاعنا، والقرار هو حزبي في إطار المجالس المركزية نتاعنا. شكرا. قرار ديمقراطي وما لازمناش نكونوا خايفين من الديمقراطية ولو فما اختلاف الرأي، وأنا كنت من المناصرين للدخول للحكومة هذه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سي فوزي شرفي، بارك الله فيك على تعليقك تعليق نشاطك في حزب المسار اللي مشارك في الحكومه من خلال سمير طيب وزير الفلاح. نرجع لكم بعد شويه ونحكيوا على الوظيفه العموميه. كان مفروض يكون معنا سيد وزير التكوين المهني والتشغيل سي فوزي عبد الرحمن، فوزي من فوزي خطر عن قدام فوزي شرفي، فوزي عبد الرحمن، ولكن ما جاش. نرجع لكم بعد هذا الفصل.